بون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الخطرة اللي فاتت سمعت بوك الأميغو باللي صرات القصة هذيك، ما حلف على المصح وقال لهم في فيديو باللي يعني خاطي أنا اللي كنت في الفراش. هيا البارح قاعد نتصفح خرج لي سقلوب حتى هو جاب المصحف وكي شغل اللي حب يبرأ روحهم، هيا حط يده على المصحف و فهمت، هادو العباد اللي ما عندهمش عقيدة، فهمتوا خوتي؟ تسمى يحلف على المصحف، ما يحلفش بربي سبحانه. والله تسمى والله تكفي، الصحابة بكري كان يحب لك باش يحلف لك على حاجة تافهة، يحب لك هذا المزابي هذا الإباضي هذا يحلفوا على المصحف، يحلفوا على كل شوم، على البقر عجاج. هيا البارح خرج لنا فيديو حط يده في المصحف أميغو دوزيام، هذا هو أميغو، راح نسميه أميغو دوزيام، هذا اميغو زوز. اتفرج خويا الفيديو ما تنساش دير جيم وتخلي الاشتراك باش يلهك جديد. هلو ماذا فاك؟ هذا مصحف كلام ربي سبحانه، وراني متوضح عندكم هذه ستوري. هاني كيدير اليمنى، يحلف باليمنى صح، اقسم بالله العلي العظيم وربي سبحانه شهد على كلامي واش راني نقول وكله حقيقه، لست انا اللي راه في الفيديو. انا بانا ما ديريش الحاج. وي نزيدو نروحو خوتي مع خو اميغو، هذا هو خو اميغو، اتفرج الفيديو. هذا كتاب الله، هذا المصحف، هذا كلام رب العالمين، وراني على وضوء. اوه اي باب وي، قل اقسم لكم بالله العلي العظيم، انا قبل نحلف انا، اقسم لكم بالله العلي العظيم يا اخوان، وهو يديفو في المصحف، اقسم لكم بالله العلي العظيم، لست انا اللي راه في الفيديو. فهمت درك يا سقلوب، سقلوب مسكين، على باليش بلي عندك شيكورك يا سقلوب، شيكور تاعك يا خويا، خويا يسلك مليح. يسلك غايا. معليش معليش، كولي لهم دراهمهم برك وكذب عليهم، على بالنا شي نهار وتولي للبلاد، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، واش هو كي تولي لهنا؟ مالك مخلوع، مالك مخلوع، تخلع ما والو. خلي ما نقولش غير هذه هي سقلب، مرة جاية عرف مع من تلعب. راك وليت على بالك ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، راك درتي بوم تفلكتي كي لمين هذيك اللي فلقوا بها اللي استعملوها في الكاريير.